يوماً بعد يوم تتكشف المزيد من الحقائق عن الصراع مع الجماعة المسلحة في تعز. آخر تلك الحقائق الكشف عن 6 جثث جديدة في مقبرة بسوق الصميل وسط المدينة، مقبرة جماعية جديدة تقع إلى الجوار من مقبرة أخرى عثر فيها على 3 جثث، ولا يزال البحث جارياً عن مقابر أخرى ربما تحتوي على جثث لأفراد من الجيش ومدنيين مجهولي المصير من ضحايا الانفلات الأمني الموجه بالأجندة السياسية القاتلة في مدينة تناوشتها الحرب. المعلومات تؤكد أن المقبرتين تقعان في نطاق سيطرة جماعة أبو العباس أو ما توصف بالجماعة الخارجة عن القانون. الجثث المكتشفة يعتقد أنها لأفراد ينتمون لفصائل من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية جرت تصفيتهم لأسباب انتقامية. مصادر مسؤولة في أمن تعز أفادت أن اكتشاف هذه الجثث يأتي في سياق عملية بحث وتحر بناء على معلومات حصلت عليها الأجهزة الأمنية من خلال التحقيقات مع عناصر مطلوبة أمنياً ألقي القبض عليهم في الحملات الأمنية التي نفذتها اللجنة الأمنية والتي توجت بطرد عصابات يعتقد أنها المتهم المباشر بقتل وتصفية مواطنين وأفراد من الجيش والمقاومة. إجراء التحريات الكاملة من قبل الفريق المكلف بالتحقيق بهذه الوقائع وبإشراف النيابة العامة لمعرفة أولاً معرفة الجثث ومتى تم دفنها على ضوء البلاغات السابقة للمختطفين، وكما قلت لك الحمد لله بسرعة استطعنا التعرف على أحدها والتعرف من تاريخ اختطافه من وجب البلاغ، والآن نتابع البقية. مراقبون قالوا إن هذا الكشف على بشاعته يعتبر مؤشر تعافي أمني وجدية من القائمين على الأمن في تعز.